طيب، وحنقول بسم الله الرحمن الرحيم. حنستخدم السماد تبعنا هذا اليوم بإذن الله، هيكون عندنا ورقي، يعني سيرش على الأوراق. طبعا عندنا الرشاش تبعنا 15 لتر، وحنحط له 5 ملي لكل لتر، يعني هنحط 75 ملي داخل هذا الجالون. طبعا هو ممكن انك انت تستخدمه كل اسبوعين مرة، كل اسبوع مرة، هذا يعود لك انت ايش حابب انك انت تستخدم. ممكن في الشهر مرة. وهذا عندنا العبوة 245 ملي، يعني هتكفينا يمكن لثلاثة مرات رش. احنا محتاجين 75 ملي. عندنا هذا الغطاء او الميزان 30 ملي، يعني هنحط غطاءين بعدين نزيد الين 15 ملي ونحطها. هذا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الغطاء الاول، وهذا الغطاء الثاني، وهذا الغطاء الثالث. وهنا عندنا بدأت تعبئة الجالون عشان يخلط السماد جيد مع بعضه، بدأ يتعبى. ما شاء الله تبارك الله، تم تعبئته 15 لتر 4 جالون. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الرش على النباتات. هذا كده صار ورقي لأنه يرش على الأوراق حقت النبات، كده صار عندنا ورقي. حتى بإمكانك أن ترش على التربة بهذه الطريقة، ما عندنا أي مشاكل. طبعا هذه النبتة النحسة أنا أسميها، اللي هي البيس ليلي. طبعا هي يعلم الله يا إخواني ما هي حقتي ولا أحب أبيعها، لكن حق الجماعة جابوها عندي، برضو حنرشها وما نقول لا معاها، ننشطها بهذا السماء. نقدر كمان اللي عنده موس نرش له هو على الموس تبعه. عندنا عصاريات نقدر نرشها كذلك على العصاريات تبعنا. عندنا آكلة الحشرات نقدر نرشها كذلك عليها بالضبط. حتى هذه جلد النمر عندنا أهو، كله يرش بهذا السماد ما شاء الله تبارك الله. نباتات المتدلية عندنا كذلك، جميع أنواع النباتات. عندنا ساق البامبو، ما عندنا أي مشاكل على ساق البامبو. طبعا حاليا أي أحد حيحصل على نباتاته من عندنا حيكون قيدها مسمدة جاهز. قطع الخضار عندنا، شوفوا الباذنجان الأسود، حتى عندنا عقل في الماء شايفها نرشها. نباتات عندك فاريجيتد أو فيها طفرة برضه نرش عليها. عصاريات، ابن الفيل، كل شيء كل. شوف حتى الصبار عندنا هذه العصاريات، قزمية تبعنا، نباتات فيها أزهار، هذه عصفور الجنة الملكي، حتى النجيلة، هذه النجيلة هي عندنا بدأنا الرشد. ما شاء الله تبارك الله، ذكر الله واجب، وصبارتنا العزيزة ما شاء الله عليها كلها. طبعا النباتات حتى اللي هي تمتلك ساق خشبي زي كده يفضل انك انت ترش على ساق. وهذه عندنا النخليات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متوفر عندنا بولي، متوفر عندنا النينجا، متوفر عندنا زبرينا، متوفر عندنا النحاسية، متوفر عندنا حتى بلاك فيلفت متوفرة. بالإضافة في هنا درانات أنا لا أعلم حقت إيش، عشان كده ما حطت عليها أسماء. حتى عندنا أحواض السمك ذكرنا، تقدر تحط لها من هذا السمك.